أنا بدي أعمل شوربة خضرة، بدي أحط زيت، أحط بصل، أحط البصل شرايح، هلأ بنزل عليه نصفين الدجاج وبحط ورق غار، حب الهيل وقرفة، وبحط نعنى بهار أسود وبقلب فيهم. بعد ما قلبت البصلة والحب الهيل والقرفة مع السفينة الدجاج، السفينة مغسلين ومنشفين منيح، هلا بحط فوقهم الخضرة، كوسة وجزر وبطاطا وبازيلا، بحطهم فوق منهم. بحط الفطر الطازة كمان، بحط البروكولي، وبحط الكرات، والكرابس كمان أنا مغسلتهم وحطيتهم بقلب الفريزر، وبحط فوقهم البندورة، وهلأ برش الملح حسب ما بدكم. هلأ قبل ما تطفي عليا بخمس دقايق بحط البقدونس، خليهم خمس دقايق برجع بطفي تحت منهم. ما شاء الله وهلا خلصت الشوربة، ألف صحة علينا وعليكم.